صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. السلام عليك سيدي وعلى أبيك وعلى جدك وأمك وأخيك. السلام على اسم الله الرضي ووجهه العلي وصراطه السوي. السلام على المهذب الصفي. السلام على أبي الحسن علي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. قل لي يا فخر المنايا واروي لي هل فاطمون لطمت ونادت يا علي. اليوم العزاء للزهراء سلام الله عليها. أم هل رمات عليه بنفسها كما فعل يوم كانت على المغتسل، انحنى على ركبتي يودع الزهراء. لذلك الشاعر يسأل: هل فعلت الزهراء نفس هذا الفعل؟ هل رمات عليه بنفسها؟ أم أنها زحفت لذاك المقتل أولم تصيح عن ابن عمي خلوه؟ أم وضعت يديها تحت حدي
المفصل يعني السيف لما هوى العين به على رأس الإمام. فالشاعر يصور المنظر كأني بالزهراء وضعت يدها تحت حد السيف قبل أن يصل إلى رأس الإمام. أولم تصح عن ابن عمي خليه أم وضعت يديها تحت حد المفصل كيف الضلوع تضمه في حجرها. شلون تحتضنه الزهراء هذه الليلة؟ بأي ضلوع تحتضنه مولاتي؟ يا والضلع مكسور ولما أأنت ونادت يا حبيبي ضمني أولم أضمك يا فوق ذاك المخسل ليت الذي شج يا ذاك الجبين شجني أهوى ابن ملجم سيفه في مقتلي لذلك كأني بالزهراء حضرت اليوم عند بعلها تزف روحها يا الإمام. حضور الزهراء عند الإمام هذه الليلة كما تحضر ويانا في عزاء الحسين، لكن اليوم ليلة خاصة تريد أن تزف روح الإمام. اليوم وصلت فاطمة الزهراء لأرض النجاف مذهولة تنادي شي سبب جبريل قصد عيدكم الليلة. وصلت فاطمة الزهراء لأرض النجاف مذهولة تنادي شي سبب جبريل قصد عيدكم الليلة. أسمع نداء في السماء، شنو تسمعين يا فاطمة؟ من صاب حامل حما أسمع نداء في السماء من صاب حامل حما علي راح علي راح يا زهرة علي راح. شاركني مولاي علي راح علي راح يا زهرة علي راح علي راح علي راح بارك الله يا زهرة علي راح علي راح علي راح يا زهرة علي راح. لما وصلتها شافت نوح الحزن ويا حسين وشافت زينب تنعي
يا ويلي وطيلتم الخدين يا يمه طاح بالمحراب يا وسف أبو يا أبو الحسنين وإحنا نرتق بيمه أبونا ينازع من البين صاحت جتكم ترى فاطمة أنا بجنبك زينب وعيوني تهمل دماء جتكم ترى فاطمة وعيوني تهمل دماء علي راح يا الزهرة علي راح شباب علي راح آه يا الزهرة علي ريع تقل لو مات لو مات يما لو مات يطيح البيت راع البيت لو ما يات والله لو ما يات يعود الفرح لهل هالبيت لو مات صاحت هيهات هيهات مليت يا يما من كثر البكا والنوح مليت الموت ياخذني ترى شقد تمنيت صاحت يا ابو يا شمعة البيت والله شهدوا علي يا جمع الاسلام أنا بندر ندر لو والدي قام شنو تندرين يا زينب والله أنا لعيد وانشر علايام وسوي ضيافة ثلاثة أيام لكن شبيدي وإحنا من عيد أيتام والله صاخة يا بندر نذر والله يا نشامة يا عسى يقوم أبو الحسنين بالسلام والله أني كسا والعي طلعت لليتام لكن أخاف الولي ما يتمم صيام صاحة أبو حسين يا أبو حسين ما تمام صيام لفالعيد لفالعيد يلا الاه عليك مولاي لفالعيد لفالعيد وولاده يتامى عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أميرنا هذه الليلة فقال أولاده سلام الله عليهم لقد ثقل حال الإمام في مثل هذه الليلة وسر السم إلى جميع جسده فكان يصلي صلاة خفيفة من جلوس ولا يستطيع القيام ومع هذا فكان يستقبل الزوار والوفاد من أصحابه حتى النصارى واليهود والحواريين حضروا في مجلسه فكان من لطفه بهم أن يدير طرفه في هذا وفي ذاك فيسألهم عن أحوالهم وهو ينزف دما عبيطا وكان بيته سلام الله عليه يضج بالبكاء والنحيب فلما سمع اللعين بن ملجم بكاء أم كلثوم نادى ما لبكائها
قالوا ويحك تبكي لفراق أبيها، فقال فلتبكي ما هي باكية، فلقد اشتريت السيف بألف وسممته بألف، فلو وقعت الضرب على أهل الأرض لماتوا جميعا. ثم لما رأى إمامنا الحسن عليه السلام دخول الناس تترى عليه فقال أيها الناس خففوا عليه، ألم تروا ضعف حاله، ورؤيا بعض النصارى يبكون ويلطمون، فقيل لهم يا هؤلاء مما بكاؤكم؟ فهذا بإمامنا وليس بإمامكم، إنما نبيكم عيسى بن مريم، فما بالكم تبكون؟ قالوا وكيف لا نبكي وقد كان يحوطنا بعنايته ويغدق علينا من فضله ويشبعنا إذا جعنا ويسقينا إذا عطشنا، فهو لنا كالأب الرحوم، فنحن مثلكم أيتام. فضج الناس بالبكاء. ثم لما رأى الإمام الحسن تغير حال أبيه خرج للناس المنتظرين في الخارج فنادى أيها الناس انصرفوا مأجورين، فلقد ثقل حال أمير المؤمنين، ألا من مناد وعليا، يلا زلزل المأتم وإماما، أيوا عليا وإماما. ثم خرج الحسن بعد برهة من الزمن فرأى رجل جالس واضعا رأسه بين ركبتيه، فقال له الحسن يا هذا ألم تسمع كلامي؟ فوقف الرجل وإذا لحلحيته مصبغة من دموعه وإذا هو الأصبغ بن نبات، فقال الإمام يا أصبغ لما لم تنصرف مع الناس؟ قال سيدي رجلاي لا تحملان على المضي حتى أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين، إذن لي بأن أكحل ناظري بالنظر إليه. يقول الراوي عطف عليه الإمام أدخله، فدخل الأصبغ وقف في وسط المجلس وهو يدير بطرفه ويقول السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا أبا الحسن. ثم دنا من الإمام سلم عليه وهو يبكي دموعه على خديه، فنادى الإمام يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة. قال سيدي إني أعلم أنها الجنة لكن أبكي لفراقي إياك. يقول لي يلجنيت ليلك ما تنام يا لما تخفى عيون اليتامى، خليني سيدي أعصب لك الهامة بل كنت قوم لنا بالسلامة، هي هي بل كنت قوم لنا يا 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 بالسلامة يا 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 يا. ثم خرج الأصبغ بن نباته فإذا بأهل البيت تجمعوا حول الإمام يودعوه وينظروا إليه وهو يوصيهم، فإذا بالباب تطرق فنادى الحسن من الطارق، أسرع إلى الباب، هنا المصيبة شباب،
فتح الحزن الباب وإذا بأيتام حاملين اللبان يقولون أمهاتنا تقول أن اللبن يخفف من حرارة الصيام. والله يا تحرك على الكرار وصدليهم بعيننا يا ناس ما قام ليهم بس رفع ليهم يمينا. الله أكبر. انفجع أهل البيت الأيتام دخلوا يسلموا على الإمام. صاحت زينب وابتا صاحت أم كلثوم وعليا نعم. إلى أن انتهى الحال وأولاد علي بجنبه والإمام ينظر إليهم تارة إلى زينب تارة إلى الحسن تارة إلى الحسين وهو ينادي الله الله في اليتامى. لا تغبوا أفواههم ولا يضيع في حضرتكم الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم. وأوصى الوصايا حتى التفت إلى الحسن وقال أبا محمد يلا هنا المصيبة كأني بك تقتل مزموما غريبا. الله أكبر. ارتج البيت العلوي بالنياح أكثر فأطال النظر عند الحسن وإذا بالحسين بجنبه فلما وقعت عينا علي على الحسين نادى ولدي نور عيني لا يومك يومك يا أبا عبد الله وكأني بك يا أبا عبد الله جث بلا راس عار اللباس مخمد الأنفاس صحو نادي حسين. ثم التفت إلى العقيلة زينب وهو ينادي وكأنه بكما صبايا. الله أكبر. وصايا عظيمة اختصرها لضيق الوقت. وودعهم الإمام سلام الله عليه فالتفتت إليه زينب آخر مرة فعاينت جبين الإمام يرشح بالعراق قالت أبا ما لي أرى جبينك قد رشح بالعراق. قال بني زينب لقد سمعت حبيبي رسول الله يقول إذا حل الموت على المؤمن رشح جبينه. وما تأويل ذلك؟ يعني إني مفارقكم هذه الساعة. يلا شباب تهيئوا لفيض روح الإمام. وبينما هو يكلمهم أدار عينيه إلى السماء ونادى وعليكم السلام يا ملائكة ربي. هنا خفق قلب العقيلة قالت أبا ماذا تراه؟ قال هذا جدك رسول الله قد أقبل مع رعيل من الملائكة وهذا أخي جعفر وهذا عمي الحمزة. سكت الإمام ماذا ترى بعد يا أبا؟ قال وهذه أمك الزهراء قد أتت لتزف روح أبيك إلى الجنة. والله أكبر. وجهه الحسن إلى القبلة فإذا بالإمام ها تشهد بالشهادتين وهو ينادي الله خليفتي عليكم في حفظ الرحمن في دعة الله
لمثل هذا فليعمل العاملون. يلا شباب، مد إمامكم يده، مد قدمه، عرق جبينه، سكن أذينه. يا الله يا الله يا رسول الله، ومالت رقبته وانقطع نفسه وفاضت روحه. وارتحنا إلى أمر ربه، فصحنا أولاده صيحة واحدة: الوداع الوداع. هذا الفراق، هذا الفراق. يلا أريد أن أختم المجلس بالدمعة والصيحة. بعد ما أتمكم بارد شباب، وأنا أعلم أن زينب تكسر قلوبكم، ما الذي جرى بعد عند هذا الموقف؟ يقول الراوي: وبينما الإمام ممدد وأولاده بجنبه، إذا بالعقيلة زينب، يلا افسح لها المجال، سقطت على صدره، أن اعتنقت رقبة أبيها، شمته، ضمته، ودعته. شنو تقول له؟ شو سوى الدهر يا ابو يا وياي؟ اخذت مني سلوتي ودنياي. والله شو سوى الدهر يا ابو يا وياي؟ اخذ مني سلوتي ودنياي، خلاني أسفق يسرتي بيمناي. لا تلوموني، لو رشفت عضاي وجفت من الدمع عيناي، كنت سلوتي وهسه راحت سلواي. إن شاء الله ما يسمعني واحد فاقد أبوه الليلة. بعد زينب صاحت: أني لحظة بحياتي ما تهنيت، والله أني لحظة بحياتي ما تهنيت، وبس أصفق بإيدي عليك ظليت. والله عقبك يا أبويا ما أقدر أصفح الميت، تانيتك تجيني ليش ما جيت. يلا أقرأ لك هذه القصيدة وأختم إن شاء الله. شلون ودعته الإمام محمول؟ النعش يشيع زينب من خلفه: زينب ناحت محزونة، عيني اشتاقت لعيونه. زينب ناحت محزونة، عيني اشتاقت لعيونه، قلبي بألم ناح ودع بعد الأفراح، وقلبي بلا مناح ودع بعد الأفراح. شلون عيد ما رديت يلفيني عيد، وانت مبعيد حرميت ألبس جديد، بيتي أقعيد أدري حيزني ما يفيد. اسمع هاي الكلمة تقول لأمي وانت وجدي خلتوني ليش،
ودمعي سكته أمسح يا أبو يا بيش عمري بعده لا هنا بالدنيا عيش تقيل لا يا الغايب عني ريتك ترجع تحضني تقيل لا يا الغايب عني ريتك ترجع تحضني بنفسي شمي ثيابك تعالي اشتم ترابك بنفسي شمي ثيابك تعالي شم ترابك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت النبي المصطفى يا منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله يا الله يا الله يا رب علي بحق علي اشفي صدر علي بظهور الحجة يا الله اللهم شافي مرضانا عافي جرحانا اللهم فك أسرانا يا الله اللهم اقضي حاجة كل محتاج يا الله اقضي دين كل مدين يا الله اللهم أغننا بحلالك عن حرامك أوسع علينا من فضلك لا تحملنا ما لا طاقة لنا يا الله اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل المنتظر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.